هذه البركة يا أبو سجاد تتوقع كم كلفتني؟ أتوقع 10,000 ريال يا أبو رائد. لا يا أبو سجاد ما أنصفت، هذه البركة مكلفتني 30,000 ريال. عجيب، 30,000 ريال يا أبو رائد؟ إي نعم. ما شاء الله ما شاء الله، أبغى العيال ينبسطوا وما يقولوا أبونا قصر علينا بشيء. الله يخليك إلهم يا أبو رائد. الله يسمع منك يا أبو سجاد. عن إذنك يا أبو سجاد. تفضل. مرحبا. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أبو علي. في واحد من أقاربنا ضعيف الحال ويبغى يتزوج ويحتاج من يساعده، وأنا الحين أجمع تبرعات، ما أدري أنت تبغى تتبرع بشيء؟ اسمح لي يا أبو علي، أنا توني مخلص بنيان وما أقدر أساعد أحد. مع السلامة، في أمان الله. يا أبو سجاد أنا ما أدري إيش هالعالم ديري، ما يصدقون على الله يشوفون واحد بخير إلا طبوا عليه، تعال ساعد ولدنا يبغى يشتري سيارة، تعال ولدنا يبغى يتزوج، إذا ما عنده فلوس ليش يتزوج من الأساس؟ يا أبو رائد، الله سبحانه وتعالى يقول وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. خلاص يا أبو سجاد بعطي 10 ريال بس، تعال بوريك المجلس اللي كلفني 50,000 ريال. اعذرني يا أبو رائد اعذرني، ما بقي على صلاة المغرب إلا نصف ساعة، بروح أصلي صلاة الجماعة، إيش رأيك تروح تصلي وياه صلاة الجماعة؟ والله يا أبو سجاد ماني مهيئ نفسي، ودي بس الله الله وياك. على كل حال في أمان الله. في أمان الكريم، الله وياك، الله يحفظك يا أبو سجاد. بارك الله. يبغالنا نوصلنا على كنب، يحتاج لنا 35,000 ريال، الله يعيننا عليه. تفضل يابا الأكل. كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون، وغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت التياطا به فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده فصار جيفة بين أهله، قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا عن قربه، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا، ثم حملوه إلى محط في الأرض فأسلموه إلى عمله وانقطعوا عن زورته. يلا انا استاذن يا شباب. وين يا ابو علي؟ تو الناس الحين الفيلم حماس تبي تمشي، الساعه كم الحين؟
تو الناس الساعة 11 ليلة جمعة ما وراك شيء يا أخي. الفيلم ما منه فايدة وبروح أنام عشان أقعد أصلي الفجر. الفيلم ما منه فايدة ها؟ تكفاية هي المثقف. تابع تابع. يلا فمان الله. أولادي أولادي هذه ليلة الجمعة، هذه فرصة الأموات ليأتوا إلى بيوت أهلهم، فلا تنسوني من الدعاء والصدقة، تصدقوا عني ولو بصدقة قليلة فإني أحتاجها أحتاجها. الممثل أجاد الدور. أوكي تمام والله 100%. ولدي رائد أرجوك لا تنساني أنت من الدعاء والصدقة في مثل هذه الليلة. أيوة هذا الموقع اللي عجبك اللي في الدردشة اللي. ولدي رائد انتبه لنفسك وإياك أن تعصي الله في مثل هذه الليلة، فإن المعصية تتضاعف، إن المعصية تتحول في القبر إلى ظلام وأقارب وثعابين. اسمع شو تقول، الحياة بدونك ما لها معنى. مسكين والله. أولادي أرجوكم لا تجعلوني أرجع خائبا منكم، أنا أبوكم الذي تعب من أجلكم والآن أصبحت نسيا منسيا، ليتني عملت لنفسي وحسرتا على ما فرطت في جنب الله، وحسرتا على ما فرطت في جنب الله. هلا هلا بالوالد يا رائد. قصدك الوالدة يا ابو سجاد. الوالدة والوالد بعد. بس ابوي مات والوالد ما مات إلا وهو راضي علينا. صحيح يا رائد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله يقول من بر والديه في حياتهما وعقهما بعد مماتهما كتب عند الله عاقة. بس وشلون بر أبوي وهو ميت؟ ادعو له، استغفر له، تصدق عنه، روح زوره، إذا زرته ادعو له، وبعدها ادعو الله سبحانه وتعالى أن يقضي حاجتك فتقضى إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو سجاد بروح أزوره إن شاء الله.
والظالم لنفسك، إنك في بيت الوحشة، إنك في بيت الغربة، إنك في بيت العقارب والثعابين، إنك في بيت الديدان. ولماذا هذا الظلام؟ هل لديك أعمال صالحة عملتها في حياتك كي ترفع عنك هذه الظلمة؟ صلاتي. صلاتك؟ نعم صلاتي. انظر إلى صلاتك. إنك غالبا ما كنت تصلي الفجر قضاء، وكنت تهتم بالجلوس لذهابك للمدرسة أكثر من اهتمامك للجلوس للصلاة. كنت أخشى أن أفصل من المدرسة ويضيع مستقبلي. تخاف أن تفصل من المدرسة؟ ولا تخاف أن تحرم شفاعة محمد وآل محمد الذين لا تنال شفاعتهم مستخفا بصلاته؟ وويل لمن لا تناله شفاعة محمد وآل محمد. هذا العذاب، أرجوكم خففوا عني. هذا جزاء المستخفين بالصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي كلمني بسرعة على المسنجر، أول أصلي بعدين أرد عليه. لقد كانت صلاتك مجرد ركوع وسجود فقط، أما فكرك وقلبك وإرادتك فلأهوائك وللشيطان. إن صلاة لا تأمر صاحبا بالمعروف ولا تنهاه عن المنكر لا تزيده من الله إلا بعدا. أرجعوني لعلي أعمل صالحا. لقد أضعت فرصتك ولا يمكن الرجوع. هيا عودوا به إلى أشد العذاب. وويلتا ومصيبتا تبين لك أن صلاة مثل صلاتك لا تستطيع أن ترفع الظلمة عن قبرك. وصومي؟ صومك؟ نعم صومي. انظر إلى صومي. لقد كنت
ستصوم عن الطعام والشراب فقط، أما عين فإنها لم تصم عن النظر إلى الحرام، وأذنك لم تصم عن استماع الغناء، ولسانك لم يصم عن الشتم والغيبة. ما سمعت بالهوشة اللي صارت اليوم؟ أي هوشة؟ أي هوشة؟ بين مين ومين؟ بين جاسم وفاضل. أكيد اللي بدأها جاسم. وانت ايش دراك؟ أنا أعرف هذا متكبر وشايف نفسه ما أدري على وش. أول مرة أسمع بهالكلام. لا زيدك من الشي البيت، ترى هو عيار تقول ايش دراك عنه. إنك تغتاب الآخرين، وقد قرأت قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، ولكنك كنت تقرأ القرآن وتخالف أوامره. الغيبة لم تبقي لي حسنات، الغيبة أكلت حسناتي، الغيبة أكلت حسناتي، الغيبة أكلت حسناتي، الغيبة أكلت حسناتي. إلهي إذا قيل للمخفين جثوا وللمثقلين حبوا، أفمع المخفين أجوث أم مع المثقلين أحب؟ ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أنت بهذه الدموع تطفئ نيران جهنم، فإياك أن تمسح هذه الدموع ثم تعود إلى المعاصي. هيا اخرج ولا تعد إلى هذا المكان إلا بأعمال صالحة تملأ قبرك نورا. إلهي أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك،
وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك، وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، وامنن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إليك.